بصحى اولا نشيطه جدا. دي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم اصلي. تمام. خلاص؟ وبعدين ابتدي اشوف البيت محتاج ايه وعايز ايه والقصه دي كلها. وبعدين ابتدي تعملي كل حاجه بنفسك؟ اه الاكل بس شغاله هو اللي في البيت. اه يعني بصي طول عمري يعني ولادي ما عرفوش ياكلوا غير من انا لازم اكون عامله ده. والبيت لازم اشرف عليه. احتياجاتنا في البيت محتاجين ايه؟ كل ده بتاعي. لكن ساعات كده ممكن اتفرج على برنامج ممكن مش غاوية قراية قوي عشان ما اضحكش عليك واقول لك بس كان بقى بقرا وبحب القراية ما بحبش القراية. بتعلم معلومات حلوة قوي من النت. اتعلمت معلومات وانا قلت ان النت ده معمول لكده بس ما حدش قادر يستوعب اللي بقوله. يعني مش معمول ان انا اعمل اقعد على الفيسبوك. لا 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 انت قلتي لي علاقتي بالفيسبوك والكلام ده مش قوية. مش قوية لكن اتعلمت حاجات كتير قوي. اتعلمت احط ميك اب ازاي حاجه جديده خالص. اتعلمت حاجات خاصه بالبيت كده حاجات معينه كده تتعلم ازاي الديكورات ايه شكلها ايه الحاجات دي بتتجاب منين البشره التشطيب البشره مع الايام مع النت بشوف مساحات وبشوف حاجات بتخصنا احنا يعني انا على فكره مهتمه بالجانب الانثوي بتاعي قوي ومش متنازله عنه لان لو اهملته هو هيهملني فهيوصلني لحاله انا مش حابه اشوف نفسي باي صوره من الصور. دائما وابدا العمر بيجري بس انا ماليش دعوه. يعني انا ماليش دعوه مش بس خايفه منه. لا انا مش خايفه منه ولا عامله له حساب بس مش عايزه اهمل ده فيجي عليا بنتيجه عكسيه تيجي تبص في المرايه تقولي انا كنت زمان كان شكلي حلو كنت زمان مش لا انا على خط واحد رايحه شغلي بلبس زي ما بلبس رايحه مشوار عادي بلبس كويس اما بخرج في اي مكان لازم ابقى لابسه لبس اللي هو ايه اني مش لابسه لبس عادي يعني مش عادي يعني مبهوقه بمعنى اصح ولكن اللبس اللي يليق يعني لازم في كل الاحوال تبقي لابسه لبس يليق. هيقابلك حد يتصور معاكي هيقابلك حد يسلم عليكي فكل ده موجود. طريقه ترتيب الزهور طريقه الرسم على الحرير انا اتعلمت حاجات كتير قوي ومبسوطه جدا جدا في الجزئيه دي في النت ان انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي ما كنتش بعرف اعملها الاول.